السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غزة 35 يوما من العزة والصمود، رغم صغره وهشاشة بنيته التحتية يظل صمود قطاع غزة كابوسا مزعجا للاحتلال الصهيوني، وما تمر سنوات بدون حملات عسكرية إسرائيلية عليها تؤدي بأرواح المئات من الفلسطينيين، البعض يسميهم ضحايا والبعض يسميهم فقط موتى بدون استشهاد. للأسف كلما ماتوا أو هرموا كأنهم ماتوا بمرض أو بأفظع الاحتمالات بدون كلمة استشهاد أو مجزرة. البعض راضي على ما يدار أو يفعل في قطاع غزة في الوضع الحالي. الاحتلال مستمر في المجازر إلى هذه اللحظة، القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. اليوم احنا مستمرين معاكم في اليوم 35 في رحلتنا مع غزة، غزة العزة والصمود. ان شاء الله هذا هو عنوان التغطية. راح نكون وياكم معنا ضيوف، من اكيد مع الدكتور محمود الهاشمي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، وايضا عبر سكايب الدكتور حكم امهز خبير في شؤون ايران والشرق الاوسط من طهران، وان شاء الله ينضم لنا عبر فونو خليل القاضي محلل سياسي من بيروت فيما بعد. نبدأ مع الدكتور محمود الهاشمي، أهلا بك دكتور. ما سبب القسوة التي نشهدها في التعامل الصهيوني مع قطاع غزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم، برنامجكم، تغطيتكم، وكذلك إلى ضيفكم الكريم من طهران أستاذ حسين أمهز. سيدتي، هذه القسوة المفرطة التي نراها من قبل الصهاينة تجاه أهالي غزة تعود لعقيدة الصهاينة في التعامل مع الآخر كان من يكون. فقد عرف عن اليهود وعن الصهاينة في داخل إسرائيل أيضا القسوة والغلظة اتجاه الآخرين، لذلك تجد أن أغلب دول العالم قد طردت اليهود من أراضيها. أوروبا، ليس هنالك من دولة أوروبية لم تطرد اليهود لمرة أو لمرتين. بريطانيا طردتهم لمرتين، إسبانيا طردتهم لثلاث مرات. وحتى عندما تم الاتفاق على إنشاء دولة مفترضة لهم في فلسطين، فهي ليس من باب العقيدة أو الإيمان بأن لهم أرضا تسمى فلسطين، إنما أيضا هي عملية طرد من كل دول أوروبا بعدما صنعوا المشاكل والأزمات في داخل دول أوروبا. القسوة التي نراها تم التوقيع عليها أولا موجودة في أدبياتهم في التلمود، يسمون الآخر كان من يكون بالحيوان، ويبيحون الدم والقتل، ويعتقدون بأنهم هم الصفوة التي يحق لها الحياة ودونهم يحق عليهم الموت والثبور. ولذلك فإن القسوة الأخيرة التي تمت بتوقيع رجال الدين الصهاينة، وبفتوى وقع عليها قبل حوالي أسبوع أكثر من 3000 حاخام رجل دين، يعني يهودي، وقعوا على وثيقة بأنهم أذنوا للجيش الصهيوني بقتل الأطفال والنساء في داخل غزة. إذن دكتور محمود، هذه خطة متفق عليها بأنه ينزح ما في قطاع غزة كما الآن النازحين من الشمال إلى الوسط والجنوب، خطة معدة مسبقا وتمشي ضمن الإجراءات الخطة الآن. يعني هم ربما لم يكن في بالهم يوما أن يعدوا مثل هذه، لكنه المعركة التي تمت من طوفان الأقصى أيضا فرضت هذه المعادلات. كان المخطط لها أنهم شيئا فشيئا يزحفون على الضفة الغربية ثم بعد ذلك على غزة، وكان مخطط بجلاء جميع هذه الأعداد الكبيرة من الفلسطينيين، إما توطينهم في الأراضي العراقية، يعني في الصحراء الغربية كما في اتفاقية إبراهام، أو جعلهم في داخل مصر أو في صحراء النقب كنوع من التهجير. ولكن
طوفان الأقصى قد قطعت عليهم كل طريق، وهي التي جعلتهم ربما يخططون من جديد لمحاولة التخلص من أكبر عدد من أهالي غزة. وكأن المليونين هو رقم بسيط، هذا شعب، دول كثيرة الآن هي بهذا العدد، ربما مليون أو أقل مليون، الكويت مليون، قطر 300,000، الإمارات 750,000، يعني رقم مليون مو قليل، هم مليونين نصف المليون. نقول أن ما يتم هي عملية إبادة في هذه أرض غزة، ولكن نعم. نقول ونكرر أن الدم قد انتصر على البندقية في غزة، وهذا ما يجب أن نعرفه ويعرفه العالم، بأن غزة منتصرة في النهاية. نعم. طيب دكتور محمود، ما الذي يضمن للنازحين الآن وهم في الطرق الرئيسية متوجهين إلى الوسط، إلى دير البلح، إلى مناطق الجنوبية من قطاع غزة؟ ما الذي يضمن الأمان والحياة الموجودة والماء الصالح للشرب في هذه المناطق؟ ومع ذلك أنه لقاءات مع النازحين وسمعناهم يقولوا، في كانت منشورات من الصهاينة قالوا لنا بأنه نفرغ أو نخلي المناطق لأنها ستباد عسكريا. حتى في المستشفيات اليوم قصفت محيط المستشفى الشفاء صباحا، ويوم أمس الاندونيسي وغيرها من المستشفيات اللي هي ستخرج عن الخدمة في خلال 24 ساعة القادمة. هذا صحيح. أولا، ليس كل ما يشيعه الصهاينة نحن نتفق فيه أو نصدقه، فهؤلاء فئة مهزومة، ولذلك تحاول من باب الحرب النفسية أولا. وسبق أن أطلقوا مثل هذه المنشورات وهذه الآراء والأفكار، ولكنها بالنتيجة بائسة. حتى الآن لم يتقدموا إلا في حدود قليلة، ونالوا ما نالوا. قبل أن ندخل إلى الاستوديو، رشقتهم غزة، رشقت تل أبيب برشقة من الصواريخ، سقطت 9 منها أو 12 منها على تل أبيب، وأثيروا بالفزع والرعب. فما طيب زال دكتور محمود، لما الصهاينة لا يعلنوا عن عدد قتلاهم إلى الآن؟ يقولون مثلا مصاب شخص واحد أو قتل شخص واحد، لا يقولون بالتحديد الكمية الهائلة من قتلاهم. لا يسمحون لوسائل الإعلام أن تصل إلى مواطن سقوط الصواريخ يعني خل بالكم ست نور، أنه خارطة الأرض المحتلة التي عليها الصهاينة هي لا تتعدى فقط 20,000 كيلو متر مربع، بمعنى أنها بمساحة البصرة، فهذه المساحة صغيرة، والهاونات والمدفعية بإمكانها أن تدك أي منطقة في داخل الأرض المحتلة، وهي مستطيلة الشكل ومحاصرة من جميع الجهات، من جهة الشمال ومن جهة الجنوب وكذلك من جهة سوريا. فإذا هي محاطة من كل الجهات، ناهيك أنه وصلتهم الصواريخ من الجهة الغربية حيث مقاوم أنصار الله وهم يرشقونهم بالصواريخ على طيب موانئ. ننتقل عبر سكايب دكتور حكم أمهز، خبير في الشؤون إيران والشرق الأوسط من طهران، أهلا بك. نبدأ من حيث تصريح وزير الخارجية الإيراني يوم أمس حسين أمير عبد اللهيان، وصرح بأنه لابد من توسيع نطاق الحرب، وهذا شيء لا مفر منه. ما هو تعليقك؟ حياك نور، وحيا ضيفك العزيز الدكتور محمود الهاشمي والمتابعين. يعني طبعا السيد حسين أمير عبد اللهيان هو يستشرف المرحلة المقبلة، باعتبار أن الكيان الصهيوني يبدو أنه زرع مبرر فنائه بيده، زرع مبرر فنائه بيده، يعني بمعنى أنه ما يجري الآن من جرائم على البسيطة الغزاوية ضد الفلسطينيين، ضد أطفال فلسطين، ضد نساء فلسطين، كشف عن الوجه الحقيقي البشع والوحشي للكيان الصهيوني، وهو الوجه الذي عمل خلال 75 عاما على تغطيته بقناع الحرية والديمقراطية والإنسانية وما إلى ذلك. الآن ما يحصل هو كشف الوجه الحقيقي، بدليل أن الرأي العام العالمي أصبح يعني يعرف بشكل واضح هذا الوجه، والدليل على ذلك هي التظاهرات العالمية التي يعني تنظم على مدار الأيام، و
وعلى مدار الساعات في كل العواصم الدولية، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأكبر والأول والمساند والمشارك في هذه الجريمة والذي يدير المعركة سياسيا وعسكريا في الكيان الصهيوني حاليا، أيضا كانت هناك تظاهرات ضخمة جدا كبيرة. وبالتالي ما يجري الآن من تصعيد من قبل الكيان الصهيوني للمعركة، هذا أولا. الأمر الثاني، السعي الكبير جدا من قبل الكيان الصهيوني لتوسيع دائرة الحرب، لإجبار الولايات المتحدة الأمريكية على المشاركة بشكل مباشر مع حلفائها في هذه المعركة، أيضا هذا الأمر. أمور يستشرف منها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأنه لا مفر من توسيع دائرة الحرب، لأنه في حال استمرت الأمور على هذه الحال ووصلنا إلى الخطوط الحمراء التي رسمها سماحة السيد حسن نصر الله خلال خطابه الأخير في موضوع يعني التهديد الوجودي للفلسطينيين وللمقاومة في فلسطين، وأيضا أي عدوان على الجمهورية اللبنانية أو يعني مناطق أخرى معينة، هذا سيؤدي إلى توسيع دائرة الحرب. وإذا ما توسعت دائرة الحرب، أنا كيف التوسيع دكتور حكم؟ يعني ماذا يقصد بالتوسيع؟ شوف توسيع، لا توسيع دائرة الحرب، لن تبقى المعركة في الميدان الفلسطيني ولن تبقى أيضا في الحدود اللبنانية، ستتوسع أكثر. لماذا؟ لأن هناك يعني واقع يجب أن نتحدث عنه، وهو أن قوى محور المقاومة، حتى نكون واقعيين في الطرح، أنها تفاجأت بالعملية، عملية طوفان الأقصى. عملية طوفان الأقصى كانت حمساوية فلسطينية 100%، وبالتالي لم يتم التنسيق فيها مع قوى محور المقاومة، وبالتالي قوى محور المقاومة تفاجأت، لم تكن مهيئة ومتحضرة لخوض المعركة. لأنه إن لم تكوني متحضرة، يعني على سبيل المثال بين هلالين، طيب حزب الله في لبنان لديه ممكن أن نقول أنه لديه ألاف المواقع المعلنة والمكشوفة، سواء كان مدنية أو غير مدنية، وبالتالي في حال أنه سيدخل في حرب يجب أن يخلي هذه المواقع، ويجب أن يخليها ليس فقط من الكوادر البشرية، إنما أيضا من الأثاث الذي فيها، سواء كان ما يتعلق بمعلومات أو ما إلى ذلك. طيب هذه عملية الانتقال هذه فقط وحدها تحتاج إلى وقت، لأنه إذا انتقلت إلى أماكن سرية جديدة يجب أن تكون عملية النقل سرية، بحيث أنه لا يعرف بها أحد. فعمليا هذا نتيجة المفاجأة التي حصلت، مثلا حزب الله بدأ يشاغل الإسرائيلي بقواعد اشتباك محددة في منطقة محددة، واستطاع أن يعني يضعف إذا صح التعبير القدرة العسكرية والجهد العسكري الإسرائيلي 30-35% من أن يضغط على غزة، بمعنى أن هناك الآن حاليا حوالي ثلث، يعني حوالي 30-35% من القدرات العسكرية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية. صح. طيب في هذه الفترة الزمنية 35 يوم، الآن أعتقد أنه حزب الله أصبح متأهبا، اتخذ إجراءاته وكل احتياطاته، أيضا محور المقاومة اتخذ الإجراءات اللازمة، التنسيق كان بأعلى مستوياته بين قوى محور المقاومة، وبالتالي الآن المشاورات التي نراها والاتصالات التي نراها والزيارات التي نراها أيضا هذه المعلن وغير المعلن هو التنسيق الميداني على الأرض. أصبحت قوى المقاومة في حالة جهوزية بانتظار صحة التعبير ساعة الصفر. إذا وصلت الأمور إلى الخطوط الحمراء، وصلت إلى ساعة الصفر، نحن حتما سنكون أمام تصعيد، لأنه لا يمكن دكتور حكم لا يمكن محور المقاومة أن يقبل بهزيمة غزة. أحسن. طيب اليوم أمس الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي انطحل الوضع، يعني ردا للكيان الصهيوني، يقول راح يتم عبر قطع الدول علاقتهم السياسية والاقتصادية، مثل ما نعرف الآن في قطع للمنتجات مثلا الداعمة للكيان الصهيوني. الآن تكلم رئيسي بحل أن الدول لو قطعت علاقتها السياسية والاقتصادية عدا المطبع طبعا بالتأكيد ممكن أن نضغط على الكيان الصهيوني. لا، شوفي، هو السيد رئيسي كان يتحدث عما يجب أن يكون، ولم يقل أنه سيكون، لأنه نحن نعرف للأسف الشديد أن الدول العربية والإسلامية، وللأسف وهذا عيب وعار ويعني وصمة عار على جبين الأمة العربية والإسلامية إلى التاريخ، أنها لا تتحرك حيال ما يشاء. المطلوب يعني كأن الرئيس يقول ماذا؟ يقول أنه يا أخي ليس مطلوب منكم أن تدخلوا عسكريا، ليس مطلوب منكم أن تقدموا الأسلحة والذخائر للفلسطينيين،
عجزتم عن أن تدخلوا كميات ماء ليشرب الأطفال أو طعام أو دواء إلى غزة، عجزتم، جيد، ولكن أنتم بأيديكم أدوات ضاغطة وكبيرة جدا، قد تكون أقوى من العسكر وأقوى من الميدان، وهي أنه أنتم يمكن أن تقطعوا العلاقات مثلا على المستوى الدبلوماسي، لأن هناك علاقات بين الطرفين، يمكنكم أن توقفوا التبادل التجاري، هذا الأمر آخر. السلاح النفطي أيضا هو من أهم الأسلحة التي قد تستخدم في هذه المعركة، وليس مطلوب منكم أن تدخلوا في المعركة يا أخي، لا تفعلوا ذلك، ولكن على الأقل هددوا، على الأقل موقف مشرف لكم، على الأقل هددوا فقط حفظا لماء وجوهكم. ولكن للأسف ليس هناك قد أسمعت من ناديت حيا. الآن نحن أمام قمة عربية أفريقية وأمام قمة إسلامية وأمام قمة عربية، سنشهد ماذا سيحصل. لن يحصل شيء متغير عما سمعناه في السابق وعلى مدى 75 سنة. من يفعل هو أمرين، الأمر الأول هو العسكر والمقاومة، والأمر الثاني هو السياسة، لأنه لا يمكن أن تدخلي في مسار مفاوضات وأنت ليس بيدك أوراق قوة. نعم. يعني إذا دخلت في مسار مفاوضات وأنت ضعيفة لن تحقق شيئا، ستكون تسوية على حسابك. الآن في يد المقاومة، محور المقاومة، أوراق قوية جدا في يد المقاومة الفلسطينية، أوراق كبيرة جدا فيما يتعلق بموضوع الأسرى، وهذا أمر جدا مهم. في يد محور المقاومة الآن معادلات كرسها، يعني تصوري أنه لو لم يكن هناك محور مقاومة، نعم، شاغل بحد أقل 30-35% من الجهد العسكري الإسرائيلي. تصوري أن نصف القدرات العسكرية البحرية الإسرائيلية هي في قبالة سواحل لبنان. صحيح. تصوري أن أكثر من 35% من الجهد العسكري الجوي الإسرائيلي أيضا من ناحية لبنان. تصوري لو فتحت الجبهات في سوريا، في الأردن، في مصر، ماذا كان سيحصل؟ طيب. هذا دكتور حكم، هذا سأعود لك. تصوري، نعم، أنه في دقائق قليلة عملية طوفان الأقصى ماذا فعلت في هذا الكيان؟ طيب. الذي هو أوهن مع هذه التصورات وفتح هذه الجبهات الممكنة أن يعني أن تشارك بالمعركة وممكن السيطرة على المعركة. ننتقل للدكتور محمود الهاشمي. أمريكا في البداية هي أكيد هي من تمول الكيان الصهيوني بالأسلحة اللي وصلت بأطنان من المتفجرات، لكن أمريكا اليوم أمس وقبل تتكلم عن هدنة، تتكلم عن تفاوض، تتكلم عن أسرى أجانب وأمريكان عند حماس. لما تغير الموقف الأمريكي؟ هذه المعركة حدثت اللي هي طوفان الأقصى خارج الإرادة الأمريكية. الحكومة الأمريكية الموجودة الحالية لم تكن متفاعلة مع الحكومة اليمينية الصهيونية في داخل إسرائيل، وهي ترى، أي الحكومة الأمريكية، أنه ليس من المصلحة أن تدخل منطقة الشرق الأوسط في أزمة أو قلق. السبب هو الحرب الأوكرانية، لأن الولايات المتحدة تريد أن يتصل الطاقة مستقرة وطبيعية ودون أي أزمة إلى أوروبا بعد أن قطعت الطاقة عنهم روسيا. وهذا الأمر، يعني حدوث معركة في منطقة الشرق الأوسط، أقلق أمريكا كثيرا، وكانت ربما غير راغبة أن تكون خاصة في هذا الموعد، لأن الولايات المتحدة الآن على أبواب انتخابات عام 24 وتريد أن تستعد لهذه الانتخابات، أن يبقى الحزب الديمقراطي حاكما في الولايات المتحدة. لذلك عندما انفعلت في البداية وتدخلت بقوة، ليس فقط لدعم الحكومة اليمينية، إنما أرادت لا تتمدد هذه الحرب كثيرا، والتي عبرت عن فشل وهشاشة الإدارة الإسرائيلية، ولذلك عجلت وأدارت معركتين في آن واحد. المعركة الأولى سياسية، لأن الوضع السياسي كان هشا في داخل إسرائيل وربما يقود إلى نهاية إسرائيل. نعم. والناحية الثانية هي القيادة العسكرية. الآن القيادات التي تدير المعركة هي قيادات أمريكية أيضا، وكذلك جلبت معها أساطيلها وبوارجها وجيوشها، خشية أن تذهب إسرائيل إلى الزوال. هذا الأمر
لا يتحمل يعني التمدد بعد أن اتسعت رقعة الاحتجاج والاعتراض. فإذا كانت في البداية تحت سقف إعلامي أمريكي صهيوني كأنما أظهروا مظلومية إسرائيل، فقد انكشف الأمر بعد إطالة أمد المعركة وحجم الخسائر الكبيرة وقسوة الصهاينة في عملية التعامل مع المعركة، مما ولد ردود فعل عالمية. الآن تعاني أمريكا في داخل أمريكا من اهتزازات جماهيرية كبيرة وانقسامات حتى بأولئك حتى في داخل الجامعات. اليوم هنالك تظاهرة كبيرة أمام وزارة الخارجية الأمريكية. هذه التظاهرة تدعو موظفي وزارة الخارجية إلى تقديم استقالاتهم. اليوم أغلقت الوزارة، هذا ماذا المتظاهرين في الأبواب وأغلقت الوزارة، ممكن الوضع الأمريكي يكون في خطر، إذن هم الآن مهددين. ننتقل إلى دكتور حكم، طبعا تكلم طبعا القيادات في CIA الأمريكية مع رئيس الموساد ومع أمير قطر حول الهدنة اللي هي 4 ساعات، وهذه 4 ساعات حسب اختيار الوقت من قبل الكيان الصهيوني وفي الشمال فقط، بينما حماس صرحت بأن الحديث عن الهدنة الإنسانية هي خدعة تعطي الفرصة للعدو لارتكاب المزيد من المجازر، رأيكم؟ نعم، بداية فقط أوضح، هناك أزمة كما أشرتم في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك استقالات في وزارة الخارجية الأمريكية، وهناك أزمة أعلن عنها وزير الخارجية بنفسه أنتوني بلينكين وقال أن هناك أزمة ويعمل على معالجتها. أيضا هناك أزمة في الكونغرس، أيضا هناك العشرات من نجوم هوليود الأمريكيون غير الأمريكيين الذين أيضا رفعوا يعني مطالب تدعو إلى وقف هذه الجريمة وهذا الإجرام المتوحش. عمليا كما أشرت أنا في الإجابة السابقة، هناك كشف عن الوجه الحقيقي الوحشي للكيان الصهيوني، وبالتالي الرأي العام العالم أصبح مهيئا للقبول بفناء الكيان الصهيوني، لأنه مع هذه الأيام 35 التي مرت بدأ الكل يبحث عما يجري في المنطقة، من هي إسرائيل، من هي المقاومة، من هم الفلسطينيون، ماذا يجري في هذه المنطقة، وبالتالي تكشفت الأمور من خلال صور دماء الأطفال وذبح الأطفال والنساء في فلسطين. بالنسبة إلى سؤالك حول موضوع الهدنة، حتى الآن لم تتوصل الأفرقاء المعنيين إلى هدنة. الهدنة التي يبحث عنها الكيان الصهيوني هي الهدنة التي يمكن من خلالها أن يهجر فلسطينيو غزة في الشمال إلى الجنوب. لأنه في الفترة الماضية نشر منشورات عبر الطائرات وأيضا وجه دعوات لسكان غزة في الشمال أن يزحفوا وينزحوا نحو الجنوب تمهيدا لإخراجهم كليا من قطاع غزة. ما نحن سمعنا كثيرا بموضوع المشروع الإسرائيلي الأمريكي الذي يقول بنقلهم إلى سيناء على أساس أنه مؤقت، والمؤقت بالنسبة إلى الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية هو دائم. فسمعنا الموقف المصري وسمعنا المواقف الأخرى. فعمليا الهدف الرئيسي للكيان الصهيوني هو بعد أن عجز عن ترحيل وتهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب، هو بدأ يبحث عن مخارج أخرى. فلذلك هو في الأيام القليلة الماضية كان يتحدث يقول لهم أنه طريق صلاح الدين أو طريق آخر أيضا هي آمنة من الساعة كذا إلى الساعة كذا لنزوح الفلسطينيين، وكان يقول أن هناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين ينزحون بهذا الاتجاه. هو يحاول أن يقول أن هناك زحفا ونزوحا فلسطينيا يشجع الآخرين لم ينزحوا أن ينزحوا. ولكن طبيعة الحال هناك فلسطينيون بقوا موجودين في الشمال ولا يزالون وهم صامدون ويواجهون. فعمليا هذه الهدنة حتى الأمريكي، لاحظ نور، حتى الأمريكي هو يقول أنها هدنة مؤقتة، وهو يرفض أن يكون هناك وقفا لإطلاق النار. يعني هذه الهدنة ماذا تخدم؟ الأمريكي أيضا يقول أنه تخدم بشكل أساسي يعني دكتور حكم أنه هدنة ولا توقف لإطلاق النار، يعني النازحين معرضين لإطلاق النار عليهم. أحسنت، حتى عندما قالوا أن الطريق صلاح الدين آمنة، سمعنا ورأينا بأم العين كيف أن الطائرات هاجمت أغارت وقتلت العشرات من النازحين الذين فروا من الشمال وجرحت المئات. عمليا كل ما يجري حاليا من محاولات
تأطير مؤقت لعملية هدنة تحت عنوان إنسانية، وهي بطبيعة الحال ليس إنسانية. يعني لو كان هناك إنسانية لكانوا أدخلوا الطعام، أدخلوا الماء، نعم. أدخلوا الدواء. دكتور حكم، سأكمل يعني معك تفاصيل الهدنة، لكن ننتقل إلى الأستاذ خليل القاضي، محلل سياسي من بيروت. أهلا بك أستاذ خليل. ما هي آخر التطورات على الحدود اللبنانية الفلسطينية؟ بداية مساء الخير لحضرتك ولضيفك الدكتور حكم. يشهد أو شهدت الحدود اللبنانية قبل قليل بعض إطلاق القذائف من بعض المواقع في القطاع الغربي على الحدود الجنوبية في اتجاه النقورة، ولكن كانت في مناطق خالية وليس هناك من مناطق آهلة. التصعيد العسكري في الجنوب هو على حاله كما كان قبل أيام، ولكن هذا عدو لا يمكن الارتكان له ولا يمكن الأمان معه. فكما كان الموضوع يرتبط بموضوع النزوح وموضوع الهدن الإنسانية المقترحة، كما تفضل الدكتور حكم بأنهم حاولوا الكذب على الناس وتضليل الناس عبر الإيحاء بأن هذا الطريق آمن وهذه تلك الطريقة آمنة وعليكم الخروج من شمال القطاع إلى جنوبه. ولكن عندما خرج بعض العائلات المحتاجة أن تخرج نتيجة بعض الظروف الإنسانية مثل وجود كبار السن والأطفال وما إلى ذلك، تعرضت قوافل من خرج وهم قلة إلى القصف الطيران المعادي من قبل الكيان المؤقت. طيب الوضع الآن في البلدات، 16 بلدة خليت من الحدود اللبنانية، كيف هو الوضع الناس في لبنان؟ هل هي المناطق فعلا خالية تماما من الناس على الحدود الفلسطينية؟ هناك تدابير احترازية، وليس لا يمكننا الحديث عن خروج نهائي للسكان من بلداتهم وقراهم. هذا الخروج النهائي أقصى للعدو المقاومة الإسلامية وحتى أهل الجنوب والمقاومين والصادقين يعطوها للعدو هذه الفرصة. بالتالي هناك خروج لبعض العائلات من بعض القرى بناء بالتنسيق مع المقاومة من أجل أن يكون هناك عدم وقوع أو تعرض أي مدني من الأراضي اللبنانية لأي أذى لا سمح الله في حال جن العدو الصهيوني وارتكب حماقة ما كما ارتكب حماقة قبل أيام في قصف السيارة المدنية التي راح ضحيتها ثلاثة أطفال وجدتهم، وأصيبت والدتهم أيضا في القصف. التدابير والخروج اللبنانيين من القرى اللبنانية المحاذية إلى الشريط الحدودي هي خروج إن صح التعبير ممكن وصفه تكتيكي أو تكتيكي، وبالتالي مما يسهل عمل المقاومة من جهة، وبالتالي تجنيب المدنيين أي خسائر في صفوف المدنيين. ولكن هذا لا يعني أن هناك تصعيد ولكن كبير، بل حتى ما زال هناك كثير من تلك البلدات موجودين فيها، وبالتالي الحياة لا نقول بأنها طبيعية 100%، ولكن الحياة تسير بشكل كما كانت تسير بالظروف العادية، ولكن مع بعض الحذر. هذا الحذر واجب، وهذا ما ينفذ أو ما يجري في جنوب لبنان، خصوصا أن سماحة السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير الأسبوع الماضي قال بأننا نحن في مواجهة مع العدو، مواجهة منتصر عليه بالنقاط، ولسنا في معرض المنازلة النزال الأخير، وبالتالي لسنا في مرحلة الحرب الشاملة لذا يكون هناك خروج للأهالي من القرى، وبالتالي ما يجري هو في إطار التكتيك أحسن والاحتراز. أستاذ خليل القاضي، نعم
شكرا جزيلا لك للانضمام معنا ولهذا التوضيح عن وضع أهلنا في لبنان، وكل الرحمة والخلود للشهداء لبنان وشهداء فلسطين. نعود لك دكتور حكم، نتكلم عن الهدنة الأربع ساعات، أربع ساعات لعدم وقف إطلاق النار لكنها هدنة باعتبار أنها هدنة. تكلم عن المساعدات اللي أطلقها يوم أمس الرئيس الفرنسي بالتبرع بمليون يورو وغيرها، اللي أقام مؤتمر حول ذلك وغيرها من الدول التي تبرعت وتبرعت بشاحنات كثيرة وأرقام معلنة وهائلة، لكن لا يوجد دخول، لا فتح للمعبر. إلى متى هذه المساعدات الإنسانية تبقى؟ حتى بعض المساعدات صوروا الناس الفلسطينيين بأنها قابلة للانتهاء أو أنها منتهية الصلاحية. نعم، قبل أن أدخل في الإجابة نور، فقط أريد أن أوضح نقطتين فيما يتعلق بموضوع الجبهة اللبنانية. اليوم أعلن حزب الله عن استشهاد 7 من مقاوميه، و لابد أن نشير إلى أن الذين يستشهدون من قبل حزب الله هم من النخب ومن المهندسين ومن أصحاب المستويات العالية من الدراسة الأكاديمية، وبالتالي الآن حتى الآن أصبح حزب الله مقدما أكثر من حوالي 60 شهيدا على طريق القدس. النقطة الثانية أنه على الجبهة اللبنانية الأمور تتدحرج بشكل متصاعد، يعني نحن نلاحظ أن الجبهة اللبنانية هي بحالة تصاعد عسكري ميداني يوميا شيئا فشيئا، وإن كان ضمن الأطر والضوابط قواعد الاشتباك التي يعني متفق عليها إن صح التعبير بشكل غير مباشر ما بين حزب الله والإسرائيليين خلال المرحلة الماضية وفقا للقرار 1701. عمليا الأمور تزداد تصاعدا، الآن أصبحت المعادلة أعيدة البحث في معادلة المدني مقابل المدني، أنه عندما استشهدت الأطفال البنات الثلاث الفتيات الثلاث التي استشهدن مع جدتهن وأصيبت والدتهن، حزب الله استهدف المدنيين في الكيان الصهيوني بطبيعة الحال، ليس هناك من مدنيين في الكيان الصهيوني ولكن العنوان الحام. عمليا هذا الواقع، فأنا أرى أن الوضع على الحدود اللبنانية في حالة تصاعد. فيما يتعلق بسؤالك، أولا تصحيح فقط، قلت مليون يورو، لا، الاجتماع الذي عقد في فرنسا تحدث عن التزامات بأكثر من مليار يورو، مليار يورو تقدم للأمم المتحدة في غزة لتقديم المساعدات للفلسطينيين. عمليا هذا العنوان العام. الآن تفصيل يأتي، هذا يبقى في عهدة الذين التزموا بطبيعة الحال، يعني التزموا لم يقدموا حتى الآن، لم تقدم هذه المبالغ للدعم. الأمر الثاني كما أشرت أنه طيب إذا كان هناك من دعم وهذه المبالغ كيف ستصرف على الفلسطينيين والأبواب مقفلة والحدود مقفلة خصوصا معبر رفح مع مصر؟ يعني هذا الأمر يعني قصة كبيرة جدا بأن لا يفتح المعبر، وأستغرب أنه وتحديدا هنا يعني أتحدث عن دور العلماء، هنا تحديدا عن دور العلماء وخصوصا يعني علماء الأزهر، لماذا لا ينظمون مسيرة ضخمة جدا يقودونها بأنفسهم؟ لأن هذا الموضوع موضوع ديني قبل أن يكون أي شيء، عقائدي قبل أن يكون كل شيء، يذهب ويفتح المعبر بقوة، وهذا سيسجل لهم التاريخ، وهذا موقف إنساني وإسلامي وعقائدي وأخلاقي وإنساني كبير جدا. على كل الموضوع الآن، موضوع الهدنة، حتى الآن موضوع الهدنة هو عملية خداع، أنا أقول لك عملية خداع. نعم. حتى الآن هناك مشاورات تجري على من كل حد من وصوب، لا سيما مع الأمريكيين، أنه هدنة. طب أين الهدنة؟ أين هي دخول المساعدات؟ تدخل المساعدات بكميات قليلة جدا ولكن ليس بدون مقابل، هناك مقابل بطبيعة الحال. طيب إذا كان الأمريكي، ونحن نعرف كلنا أن الأمريكي هو من يدير المعركة على الأرض، هو الذي يشارك في اجتماعات مجلس الأمن العسكري والأمن الإسرائيلي وهي سابقة تاريخية، هو من يدير المعركة السياسية للكيان الصهيوني، هو طيب، وهو الذي يفرض على الإسرائيلي، لماذا الأمريكي إذا كان حريصا على 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 الإنسانية وعلى حرية الرأي والتعبير وإلى آخره، لماذا والقوانين الدولية أيضا لماذا لا يضغط على الإسرائيلي لفتح المعابر؟ نعم، وهو أمر طيب سهل. طيب دكتور حكم، يعني أفهم نفهم من كلامك أن كلمة هدنة هي يمكن إلهاء إعلامي لكل ما يدور لأنها غير متحققة، لأنه الأطراف
البقية. مثلا الأمم المتحدة تحدثت أنها لم تكن تعلم بهذه الهدنة، حماس أيضا تحدثت بأنها أيضا لم تكن تعلم، أنها سمعت بالخبر عن طريق وسائل الإعلام. إذن كلمة هدنة تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى اتفاق والجلوس حول طاولة التفاهم. ننتقل إلى دكتور محمود الهاشمي. يعني هي ليست منسقة، نعم. يعني سأعود لك دكتور حكم. وهي ليست منسقة، إذا كانت هدنة فلتعلن، نعم. لأنه منذ أيام أحسنت. سأعود لك دكتور حكم، لكن سيد أو دكتور محمود الهاشمي، الجانب الصحي 55 ألف حالة التهاب رئوي وإسهال مزمن ومصابين بالسرطان، 50 ألف امرأة حامل و10% الآن متوقع الولادة خلال هذا الشهر، البعض أجريت لهم عملية قيصرية بدون تخدير، والبعض فقدت جنينها، والبعض الآخر ليس لها تغذية لكي تعيش. قراءاتكم للوضع الصحي مع استمرار هذه الحرب؟ يعني هو التوحش الصهيوني ليس بالجديد، يعني هو تشكلت إسرائيل. كيف تشكلت؟ تشكلت من مجاميع عسكرية، يعني هو أصلا تكوينها تكوين عسكري، ومعظم الذين شكلوا إسرائيل هم قادة عسكريون شاركوا في الحرب العالمية الأولى والثانية، هذا أولا. وثانيا، إذا هو ليس بتشكيل سياسي أو مدني. ثانيا، أن هذه الأحداث هذه الجرائم هي أيضا وريثة الجرائم السابقة. عند دخول الصهاينة إلى فلسطين في عام 48 وقبل 48 استخدموا نفس نظام الإبادة، ولذلك مذابح دير ياسين وغيرها هو العنوان المعروف. فليس بالجديد أننا نرى مثل هذه الأعمال المتوحشة لدى الصهاينة. نعم، هم استخدموا منذ البداية عملية قصف المستشفيات، وهذا غير موجود حتى في أدبيات المغول. لم نجد أن المغول قد هاجموا المشافي أو هاجموا المرضى. هذا النظام أو هذه الأدبيات والثقافة هي ثقافة صهيونية، و الادعاء بأن تحت هذه المشافي مواقع عسكرية طبعا هو ضرب من الوهم اخترعته الذهنية الصهيونية المتوحشة. والدليل على ذلك أن كل المشافي الموجودة في داخل غزة هي تحت النظر وتحت الكاميرات ووسائل الإعلام، وليس فيهم من صديق أو عدو من ثبت ولو بنقطة واحدة بأن هنالك موقع عسكري بالقرب من المشافي. ثم أن الأخوان في المقاومة الفلسطينية في غزة هم من ذوي الخلق الرفيع، لا يمكن لهم أن يستغلوا مثل هذه المواقع والمؤسسات الصحية في أمر عسكري، لأنهم أصحاب عقيدة وأصحاب عقيدة إسلامية وأصحاب عقيدة إنسانية وقيمية. فلذلك الافتراض من قبل الصهاينة هو افتراض واهم أولا، وثانيا أن كل الجرائم التي ارتكبوها بحق الصغار والكبار لم تكن خطأ كما كان يشاع في المعارك التي قادتها أمريكا في هذه الدولة أو تلك أو أي دولة أخرى. كأن يكون أحيانا عندما يسقط صاروخ بالخطأ بالقرب من مستشفى أو مواقع مدنية يتم الاعتذار، أما الصهاينة فقد أعلنوا أنهم قد حصلوا على أذون من الجهات الدينية والجهات الصحية بعد توقيع الحاخامات وتوقيع الأطباء الصهاينة بأنه إباحة قصف المشافي والمرضى صحيح او الانسان المدنيين. اذا هو جزء من ثقافه وادبياتهم. نعم. دانيان هاغاري المتحدث باسم العدو جيش العدو الصهيوني قال بانه قصفنا محيط المستشفى الاندونيسي زعما بانه هناك حمايه منشات عسكريه موجوده حول المستشفى. ماذا تفعل المنشات العسكريه حول المستشفى سيدتي؟ هذا الموضوع والتصوير هناك ناس خيم لناس يعني فرت من القصف، ويعني كان المكان الآمن هو المستشفى. 10 منظمات دولية بما فيها هيومن رايتس الأمريكية
أعلنوا وثبتوا أنه ليس هنالك من أي موقع عسكري لا جوار ولا تحت المستشفيات والمراكز الصحية ولا في داخل غزة أولا. ثانيا، هل أن المخابز متهمة أيضا كي يتم قصفها؟ حتى المخابز بأجمعها قد أوقفوا، كل البنى التحتية قد قصفوها وبدون رحمة، وهي واحدة من أخلاقهم وأدبياتهم، فهم لم يقوموا بعمل خارج ما هم يؤمنون به جميعا. وإقامة دولة إسرائيل المفترضة هي أقيمت على القتل والدم، ولكننا نصر ونقول أن هذا الدم الفلسطيني سيتحول إلى ثأر ويتحول إلى انتصار إن شاء الله في القريب العاجل. طيب دكتور حكم، ما هي قراءاتكم لوضع غزة وما سيحدث في الأيام المقبلة من الحرب؟ أنا بتقديري أولا أن الكيان الصهيوني سيستمر في عملية الإعدام العام الجماعي، أو إذا أردت أن تسميها الإبادة الجماعية، يعني بما معنى أنه من لم يقتل بالصاروخ ولم يقتل بالقذيفة المدفعية سيقتل بالجوع، سيقتل بالعطش، سيقتل بعدم المعالجة، سيقتل بكل السبل الممكنة. عملية إعدام عام جماعي، إبادة جماعية لهذا الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني. الآن الكيان الصهيوني هو في مأزق، هو يريد أن يحقق إنجازا ما، هذا الواقع القائم. يعني هو أصيب بنكسة وهزيمة تاريخية استثنائية استراتيجية ستشكل وصمة عار لن تمحى عن جبينه حتى لو صني. فهو يريد أن ينتقم، حاول أن يحقق إنجازا من الانتقام، لم يستطع أن يحقق أي إنجاز من الانتقام. حتى الآن الانتقام هو من الأطفال ومن النساء ومن البنى التحتية المدنية، هذا لا يسجل وفقا لكل آراء الخبراء العسكريين وغير العسكريين، أنه لا يسجل انتصارا ولا يسجل إنجاز. يعني أن تتمرجل كما يقولون أو تتقاوى وتستقوي على يعني على أطفال وعلى نساء. نعم، شكرا دكتور حكم. دكتور محمود، في دقيقة قراءاتكم للوضع القادم في الحرب. يعني نحن نتوقع أنه خلال الأسبوع المقبل لابد أن يتم عملية وقف إطلاق النار، فالمنطقة لا تتحمل ويقع في معادلتين، إما أنهم سيستمرون في الحرب وبذا سترفع المقاومة من منسوب التدخل، المقاومة في لبنان، المقاومة في العراق، في سوريا وفي اليمن، وبذلك إذا تدخلت أمريكا ستنال أيضا حصتها من هذا التدخل. ونقول لقد أصبحت إسرائيل عبئا على أمريكا والغرب، وآن لها أن تزول، فإن الظروف التي شكلتها قد انتهت، وآن لهم أن يعودوا إلى بلدانهم التي جاءوا منها. نعم، إذن هذه الحرب حركت العالم أجمع، والجميع ينتظر النتائج الواضح، بأن العالم انقسم قسمين، يا أما مؤيد لهذه الحرب يا أما معارض للإبادة الجماعية. ختاما أكيد كل الشكر والتقدير لدكتور محمود الهاشم مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية من بغداد، وأيضا عبر سكايب الدكتور حكم أمهز خبير في الشؤون إيران والشرق الأوسط من طهران. شكرا جزيلا، والشكر موصول إلى الأستاذ خليل القاضي محلل سياسي من بيروت. ختاما تقبلوا تحياتي، وإلى القادم إن شاء الله في تغطيات أخرى للقاء.